مرحبا. ببجي، فورتنايت، كول اوف ديوتي، بوكيمون جو، كاندي كراش وغيرها. العاب فيديو متوفره بكثره عبر الهواتف الذكيه واجهزه البلاي ستيشن. بكبسه زر بينتقل اللاعب من الواقع اللي بشوفه صعب وممل لجو تاني ما في ضوابط، كله حماس، اثاره، تسليه، ربح واصحاب من كل البلدان. اليوم العاب الفيديو تعتبر من اهم الصناعات، اهم من هوليوود حتى. ليه؟ ببساطة 2.4 مليار شخص بمارسوا هالألعاب على هواتفهم وحدة، إيرادات بتتجاوز 148 مليار دولار سنويا. هيدا كله كان قبل الكورونا والقعدة بالبيت. هالسنة الوضع رح يكون أسوأ. ألعاب الفيديو ومن بدايات ظهورها بالسبعينات ولحد اليوم تركت كتير من التساؤلات حول جدواها، مخاطرها وتأثيراتها على الفرد والمجتمع. بين اللي بيعتبر ألعاب الفيديو بتعزز الذكاء والمهارات المعرفية، وبين اللي بشوفها بتعزز العنف، التفلت والتطرف وعادات سيئة. بيبقى الأكيد إنه ألعاب الفيديو مش مجرد لعبة. كيف؟ خليكم معنا. حكاية ألعاب الفيديو والأجهزة المشغلة إلها، البعض بشوفها إنها بلشت بالأربعينات مع توماس جولد سميث اللي عمل لعبة المدفع الإلكتروني، والأكترية برجعوها للستينات لما ابتكر رالف باير وزملائه أول لعبة فيديو بتشتغل على التلفزيون العادي. سموها الصندوق البني وابتكروا بندقية لعبة بتشتغل معه. ولكن أيمتى بلشت ألعاب الفيديو المنزلية وكيف اتطورت؟ نبقى مع تقرير منشوفه سوا. الجيمرز عندهم عالم خاص فيهم، أجهزة خاصة، ذكريات، قوانين وتحديات. التقينا بمجموعة لاعبين خبرونا عن قصصهم، تجاربهم بعالم الألعاب وكيف أثر الحجر الصحي بسبب كورونا على نشاطاتهم. خلينا نشوف سوا شو قالوا.
بلشت جيمينج من انا وعمري بحدود الاربع سنين، كنت صغير لدرجه انه كان خيي يساعدني حتى اطلع على الكرسي. بوقتها كانوا اهلي كان عندهم كنترول على هذا الشيء، كانوا يخلوني تقريبا العب ساعه بالنهار مش اكثر من هيك، كرمال ما اقصر بدرسي. انه بتعرف ولد عمره 6 سنين 4 سنين انه ما مش حيكون عنده كنترول على هذا الشيء. بس من بعدها لما شافوني اهلي انه ما عم اقصر بدرسي وهيك تركوني على رياحتي، تقريبا كان عمري شيء 8 9 سنين تقريبا. سو من وقتها بلش عندي مرحله الادمان، وصرت اقطع بحدود 12 ساعه 20 ساعه اوقات كنت اوصل. كانوا اهلي اوقات يفوتوا يناموا انا عم بلعب، يوعوا وبعدني انا عم بلعب، وياما كثير طالع علي الصبح وانا بكون بعدني عم بلعب. اول ما بلشت العب وقت طويل كان في كثير مشكله كبيره مع اهلي، انه ما بترد علينا ما بتسهر معنا ما بيسوى كرمالك. بالاخير يعني ما عاش في امل مني، فتعودوا علي وتعودوا هيدي الشغله. واكثر الاوقات بكون انا معصبي بالبيت مورا لعبه بخسر بلعبه، بكون حاطط براس انه انا بدي اربح هذا الشيء بخسر، فبيتحول عنفي بقلب البيت. وصارت حياتي يعني مثل ما بدي اقول لك على الكمبيوتر اكثر ما تكون مع رفقاتي، وحتى بس كون معهم بضل احكيهم جيم، بضل احكيهم انه هيدي المرحله خلصتها هيدي المرحله ما خلصتها. لما انا بلشت كثير غوص بهيدا العالم كنت لما تقريبا خلصت جامعتي، فما كنت عم بشتغل، فهذا الشيء كان كثير مساعدني اني ضل اقضي وقت كثير طويل. فردة فعل اهلي كانت كثير 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 اوفر، يعني لما الواحد بده يبلش الجيم ما بيقعد يحس بالوقت، يا ما كنت اخفى في ثاني يوم لاقي حالي انه انا على اللابتوب. فانه اطول مده ممكن عن جد انا ما عندي رينج، بس ممكن اقول لك انه المينيموم ممكن تكون 6 أو 7 ساعات. اكثر وقت انا بحب اني استعمل فيه الفيديو جيمز او اني بلش الماتشات تبعي بيكون بالليل لما يكونوا اهلي نايمين لحتى لي ما تجي تقلي امي قومي على الاذان او قومي طفي تحت الطبخه. يعني ابدا مش حمل اني انا اعمل بوز وقوم، ابدا نهائيا. بلعب جيمينج تهرب من الحياة الواقعية، لأنه بصراحة الحياة مليانة مشاكل بين ضغوطات جامعة وضغوطات شغل ومشاكل اجتماعية وأوضاع البلد اللي هي كرمالها لورا. فبروح للجيمينج كرمال خفف هذا الستريس وكرمال عيش بعالم منه موجود، عالم بحسه أنه بيشبهني وأنا قادر أتأقلم معه بكل سهولة. بالنسبة للكورونا هذا للجيمرز كان عصر ذهبي، لأنه نحن ما عنا شيء نعمله، ما عنا تاني يوم فايقة بكير، ما عنا شغل، ما عنا مسؤوليات، خلص قاعدين سنترين على اللابتوب وعم نلعب. ففترة الكورونا بالنسبة إلي استغليتها بهيدي الطريقة. أكتر جيم كنت ألعبها هي Assassin's Creed، هي من النوع الأدفنتشر والأكشن جيم، والأخص إنه فيها ستوري بتعلقك بقصتها للجيم بتحمسك إنه تلعبها أكتر وأكتر. بس من بعد قصة كورونا وقصة الحجر الصحي بطلت عم بقدر ألتقى برفقاتي، فالتجأنا للأونلاين جيم، وخاصة هلأ آخر فترة اللي هي تريندينج هي فورتنايت. بتحس حالك إنه ما بعت عن رفقاتك وغطت لك هذا الفراغ إنه تطلع وتتسلى معهم. بالنسبة لإلي أكتر الجيمز اللي بتستهويني هي اللي إلها علاقة بالزومبيز، واللي بدها كونديشنز معينة لأنت تكفي وتربح وتضلك عايش. والألعاب اللي فيها ستوريز مثل Resident Evil، مثل Overkill، مثل Walking Dead، هيدول كتير بيستهوني لأن فيهم ستوريز بيكسروا الروتين اللي احنا معودين عليه مثلاً بلعبة PUBG. قديما كنت استعمل الكمبيوتر، فما كان في فيتشرز قوية انه تقدر تساعد انك تقضي وقت طويل على الجيمينج، يعني يتلت يطفي الى اخره. تفرق هلأ لما صار في عنا جيمينج لابتوب، صار الانترنت سوبر سريع، صار فيني انا يكون عندي محتويات جدا رهيبة من الجيمز. مشاكل اللي بيمرق فيها كل جيمر هي قصة الابريد للديسكتوب تبعه. كل سنة عن سنة بينزلوا جيمز بحاجة لعطول لترجع تطور الدسكتوب تبعك كرمال تقدر تلعبهم. فأنا وصلت لمرحلة إنه تنزل جيم جديدة بدي ألعبها، وبس الكمبيوتر إنه ما بيقدر يستوعبها وما بيقدر ألا على قدر ألعب. فوصلت لمرحلة أنا صرت أروح أشتري القطع وأجمع أنا الكمبيوتر تبعي بإيدي، وهيك كمان صرت أنبسط بالدسكتوب تبعي أكتر. أنا اللابتوب اللي بستعمله هو لينوفو،
ولما اشتريته اضطريت انه بيع كم شغله من اغراضي لحتى اقدر اني اشتري. في العاب دفعت عليها مصاري، احرم حالي من شيء بس لادفع هاي اللعبه مصاري لاكون انا الاول فيها، لاطور سلاح لاربح اكثر اكثر واكثر بهاي اللعبه. يلي بتوفر بالمحل هو جو المحل، مثلا مثل عندك الصوت يلي بتعطيك الإثارة، أو مثل ما عندك مثلا السبيكرات يلي بتعيشك بتحسسك أنت بقلب اللعبة، حتى المجموعة اللي عم تلعب معك بتحسسك أنه أنت كلكم مجموعة وبقلب حرب ولازم تربح بهاي الحرب، وحتى إذا خسرت بتلاقي كلنا عصبنا مع بعض. من قبل ما يكون عندي جيمينج لابتوب كنت كتير أقصد الجيمينج سنتر، بس أغلب الأوقات كون مع أصحابي لأن إنه ألعب مع حدا غريب فكرة أبداً مش واردة. بيأملني المحل إنه جو أكتر، الإضاءة الموجودة بقلب المحل، السبيكرات الموجودة، الصوت الموجود، حتى العالم الموجود بقلب المحل، ومع غير هيك الخدمات. يعني أنا من دون ما أقوم الأكل بيجي لعندي، أرجلتي بتجي لعندي، الشرب بيجي لعندي، ما بضطر أقوم يعني بالبيت، غير بدي أقوم بدي أعمل بدي أسوي. بوجود الجيمينج لابتوب أقدر أعمل إنفايت لمين ما بدي وقت اللي بدي، وأنا ومرتاحة وما في ضجة حوالي، كانت فكرة شوي أجمل. مخاطر ألعاب الفيديو من أكثر الموضوعات اللي انطرحت بالسنوات الأخيرة. كثير سمعنا عن ألعاب بتودي للانتحار مثل لعبة الحوت الأزرق، اللي بحسب التقارير تسببت بقتل أكثر من 100 شخص حول العالم منذ ظهورها الأول عام 2015. وسمعنا عن جرائم أبطال مهووسين بألعاب الفيديو مثل جريمة نيوزيلندا. ولكن هل فعلا الألعاب ممكن توصل اللاعبين للعنف أو الانتحار؟ كان لنا لقاء مع الباحثة الاجتماعية ليلى شمس الدين ورجعنا بهذا التقرير. ليش صنفت الألعاب بالألعاب الفيديو بإطار المرض؟ المرض وقت نكون عم نحكي مرض نفسي بهيدا الموضوع، لأنه بياخدنا على الإدمان. في ثلاث اعتبارات أو ثلاث مستويات بيلجأ أي شخص للألعاب الفيديو ليحققها، أما هروب من واقع معين هو يعيش فيه، أما رغبة بنسج علاقات اجتماعية هو بيختارها بغير العلاقات اللي هو بيعرفها، والأمر الثالث اللي هو بيكون عم بحققه هو زيادة ثقة بنفسه بالخيار اللي هو بيختاره بالمجال اللي هو بحبه. كل أمر في إيجابياته وفي سلبياته، الخطورة بتصير عندما تطغى السلبيات على الإيجابيات. يعني عندما نقول أنه وقت معين للعب باليوم ناخد الألعاب اللي ما فيها خطورة، في ألعاب كتير بتنمي موضوع تركيز التفكير بوسائل خارج المألوف اللي نحن بنعرفها، عملية الحسابات الذهنية السريعة، حتى عملية الخروج من واقع عايشينه بملل لحتى نفتح قدامنا أفاق ترفيهية بمجالات شتى. فإذا بالتأكيد هي إلى إيجابيات الألعاب الفيديو، ليس جميعا طبعا. أثير موضوع أنه هل هالألعاب ممكن توصل بولادنا أو بشبابنا لأنه أما يقتلوا حالهم أما يرتكبوا جرائم؟ خلينا نقول أنه لم يثبت علمياً أنه هي هالألعاب تحديداً كانت السبب، وإنما أكيد علمياً ثابت أنه هالألعاب كانت مساندة عند الأشخاص اللي عندهم أساساً اضطرابات بشخصيتهم، أما قلق نفسي ما فممكن كتير تأثر عليهم يقتلوا حالهم أما ينفذوا هالجرائم اللي عم يشوفوها مع ناس حتى لو كانوا قراب لهم. ما فينا نترك أولادنا تحت رحمة شركات هي عم بتصمم ألعاب لحتى تحقق مكاسب مادية ومكاسب ربحية أكتر. الألعاب مطلوبة أكيد، ترفيه مطلوب أكيد، بالتأكيد إلى إيجابياتها، ولكن عندما بتترك الأمور بدون ضوابط ومتفلتة إلى ما لا نهاية بالتأكيد لح تكون سلبياتها أكتر من إيجابياتها.
بمسودة المراجعة الـ 11 لتصنيف الدول للأمراض، اعتبرت منظمة الصحة العالمية هوس ألعاب الفيديو مرض أو اضطراب عقلي. شو قصدت بذلك؟ وكيف بيشتغل عقل الإنسان أثناء اللعب؟ وكيف بعرف أنه اللاعب بلش يعاني من مشاكل بسبب الفيديو جيمز؟ قصدنا الدكتور النفسي مصطفى معاوية، وهيدا كان رأيه. المنظمة العالمية صنفت هذا الموضوع بالإدمان لأنه ضمن الدراسات النيوروسايكولوجي اللي صارت مؤخراً من فترة تقريباً 5 سنين وجدوا أنه في بقلب الدماغ تصرف وحركة الدماغ وتحفيزه ستيميولات عم تكون كتير مختلفة لما الولد عم يقعد لفترة كتير طويلة على هذه الألعاب. بالمعنى التحليلي، التحليل النفسي للألعاب الإلكترونية هي عنصر يسقط عليه الشخص جزءاً من شخصيته. أكيد الألعاب الإلكترونية عم تعطي شعور بالأمان كتير للطفل لأنه هو بس يلعب هيدا اللعبة بس يحقق شيء، هو عم بيأثبت ذاته، هو عم بحس شعورياً أنه هو حقق أمر معين أو حقق هدف معين. بعض الأطفال الغير مسلحين بشكل جيد بالآليات الدفاعية اللي عندهم لما عم يقعدوا ويقضي وقت كتير كبير على الألعاب الإلكترونية ولما عم بيشوف في حلول لبعض الإشكاليات وبعض العقد بهيدي الألعاب من خلال الضرب، من خلال القتل، من خلال الانتحار، من خلال هذا الشيء عم بيشكل عنده باللبسوس بالهوامات حلول غير مباشرة لبعض الإشكاليات اللي بيواجهها بحياته. ونحن مؤخرا شفنا أنه في كتير ألعاب انتشرت وصار لها صدى إعلامي كتير كبير أنه في ألعاب إلكترونية عم تؤدي بالطفل للانتحار وعم تؤدي للمراهق بالانتحار. بعض الحالات يلي عم الشباب عم يقعدوا على الألعاب الإلكترونية أكثر من 20 ساعة بالنهار على حساب أكلهم وعلى حساب مدرستهم وعلى حساب وجباتهم اليومية. بعض الحالات نعم توجهنا صوب الطبيب النفسي وباشر بدراجز تريتمنت لقلهم لأنه كان عملية توقيفهم لهودي الشباب أكيد مرحلة المراهقة، مرحلة الأزمات نحن بنسميها، كانت مرحلة توقيفهم من هيدا اللعبة صعبة. عمل الشاب ردة فعل كتير كبيرة على أهله وأدى هذا الشيء لعنف. اللافت أنه منظمة الصحة اللي صنفت الإدمان على ألعاب الفيديو كاضطراب عقلي تراجعت عن هذا التصنيف مؤخرا وتعاونت مع عدد كبير من صناع ألعاب الفيديو عبر العالم لتتشين حملة بعنوان Play a Part Together. قالت أنه هدفها من ذلك ملء الفراغ اللي عم بعيشه كتار داخل منازلها كمحاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وإذا كان هالاستغلال إيجابي فالبعض عنده أهداف أخرى مثل البنتاغون اللي لجأ للألعاب الإلكترونية لتجنيد الشباب بالجيش الأمريكي. فمع انتشار كورونا استغل البنتاغون كول اوف ديوتي ونشر فريق من اللاعبين المجندين للايقاع المدنيين بالانضمام الى الجيش، علما انه الجيش الامريكي بيعتمد من سنوات على العاب الفيديو لتدريب الجنود خصوصا بمجال الدرونز. المنظمات التكفيريه كمان عم تستغل العاب الفيديو عن طريق المحادثات للوصول لاكبر عدد من الشباب وتجنيدهم. ولكن شو العنصر اللي بيعتمد عليه المستفيدين من العاب الفيديو للتاثير على اللاعبين؟ المخرج حسين طالب راح يوضح لنا هالفكرة بهذا التقرير. لما نحكي عن ألعاب الفيديو ما بيكفي نحكي عن الساعات اللي عم بيقضيها اللاعب قدام هالشاشات وهو عم يلعب. في نقطة كتير مهمة وكتير من الأشخاص ما بيلتفتوا لها، اللي هي شو المضمون اللي عم يتلقاه هيدا اللاعب من خلال هاللعبة، شو هالمحتوى. إذا منلاحظ الجيمر لما يكون بمرحلة الحماس أنت قادر توصل له أي رسالة، بيتلقى أي رسالة بطريقة غير مباشرة. في كتير من الجرائم اللي شفناها بالعالم كانوا منفذين جيمرز، أشخاص ترجموا هيدا الألعاب على أرض الواقع، وهول الأشخاص أصبحوا لو وصلوا لهي المرحلة مدمنين على هيدا الألعاب. أكيد ما عم نقول أنه كل شخص بمارس هيدا الألعاب هو قاتل أو مشروع قاتل، بس منا ننتبه أنه في رسائل كتير عم يتلقاها هيدا اللعب من خلال جلوسه لساعات أمام هول الألعاب، أمام هول الفيديوهات،
بدها تترجم على أرض الواقع. ممكن الشخص يوصل ويصير قاتل. لما نسمع هول أشخاص حملوا سلاح ونزلوا على الشارع لأنه تعودوا، ما في قوانين. الألعاب ما فيها قوانين، ما فيها قيود. ألعاب فيها حرية، كل شيء متاح، كل الأمور اللي بده يعملها بيقدر يعملها. بس المشكلة لما تعود على هيدا النمط من الحرية بصير بده يترجمه على أرض الواقع. للوصول لأكبر عدد من الأشخاص واكتشاف مدى حضور الألعاب الفيديو بحياتهم اليومية، كان في إلنا أحصاء من 20 سؤال شارك فيه 110 أشخاص وطلعنا بهذه النتيجة. إذا مثل ما شفنا بالإحصاء أكثر من 70% من الأشخاص من بين اللاعبين النشطين بيعتقدوا أنه ألعاب الفيديو بتسبب مشاكل صحية نفسية واجتماعية، مثل الصداع، الاكتئاب، القلق، الملل، العدوانية، الغضب، مشاكل بالنظر، قلة التركيز، واضطراب النوم. هالشي بتأكده عدد من الدراسات العالمية اللي تحدثت عن دور ألعاب الفيديو بتلف خلايا الدماغ والاضطرابات العقلية، عدا عن أوجاع مزمنة بالرقبة والظهر والحول وغيرها كثير من المشاكل. لهيك أصدقائي انتبهوا منيح، لأنه القصة أبداً مش لعبة. كونوا بخير.